Everyone, welcome to my channel Study with Enis Duruş. We have a new unit today, Astronomy and Solar System, or it's a giant leap for mankind. وهذه مادة وهذا اليونت خاصة إلا بالعلميين، معناها الرياضيات التقنية الرياضية علوم تجريبية والتسيير والاقتصاد، معناها الأدبيين ما كناش مفهوم علينا. إذا مش قلنا يونت Astronomy and Solar System. أسترونومي هو علم الفلك، واللي هو العلم اللي يدرس لماذا؟ يدرس الفضاء سبيس والمجرات جالاكسيز، ويدرس كل شيء الأجرام السماوية هيفنلي باديز. أيضا الوحدة هذه قلنا سموها It's a giant leap for mankind. إذا قلنا أسترونومي and solar system. solar system يا جماعة هو النظام الشمسي اللي حنايا رانا نعيشوا فيه درك، اللي متكون من الشمس in the center في المركز، والكواكب الدور the planets الدور وشي orbit around the sun، اذا تدور حول الشمس. اوكي ايضا كاين اللي يسميو الوحده هذه it's a giant leap for mankind، وهذه المقوله قالها نيل ارمسترونغ وهو رائد فضاء امريكي اللي طلع ماذا اللي طلع بالتحديد in 1966، اللي راح في 1966 وهو اول رجل حط القدم تاعو في القمر ماذا في القمر ذا مون. اوكي in 1966 وقال الجمله الشهيره it's a giant leap for mankind، انها ماذا انها قفزه عملاقه leap giant، اذا قفزه عملاقه for mankind للتاريخ البشري او الجنس البشري. اوكي يا جماعه اذا قلنا راح ندرسوا في هذه الوحده astronomy and solar system، راح ندرسوا بصفه عامه علم الفلك، وراح ندرسوا بصفه عامه the solar system اللي هو النظام الشمسي اللي يتكون من الشمس اللي هي the sun وشي and the other planets اللي هما الكواكب الاخرى. ايضا قلنا هذه الوحده يسميوها it's a giant leap for mankind، قفزه عملاقه لماذا للجنس البشري. هذه المقوله اللي قالها نيل ارمسترونغ اللي هو ماذا اللي هو رائد فضائي واللي حط اول رجل حط القمر ماذا حط القدم تاعو في القمر in the moon in 1966 في 1966. اوكي يا جماعه إذا نبدأ مع بعضنا sorry don't forget put like for my video and subscribe my channel and put comment for my video. جماعة ما تنسوش تحطوا لنا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد نحطوه سواء في الفيزياء أو في اللغة الإنجليزية. هيا ركز معايا. إذا أسترونومي بون لازمنا جماعة عندنا، إذا راح نعرفوا الكلمة المحورية في هذا اليونت واللي هي أسترونومي، وأيضا راح نتطرقوا للأسترولوجي وراح نشوفوا الفرق بين أسترونومي أند أسترولوجي. أوكي أسترونومي إيز ذا ساينس، وهو العلم إيز ذا ساينس وهو العلم ساديين يدرس ماذا؟ يدرس ذا سبيس أند يونيفرس. انتبه معي the space and universe. okay إذا مش هو is the science وهو العلم الذي يدرس studying the space الفضاء and universe. okay الكون. okay ركز معي حط الكلمات. إذا space هو الفضاء، universe الكون، science وهو علم، studying يدرس. اوكي مش هو astronomy يا جماعه كاخر مره هو شيء is the science وهو العلم studying اذا يدرس the space الفضاء and universe وهو ماذا وهو الكون. اوكي شور نتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوا علي astronomy. astronomy يا جماعه هو علم الفلك اللي يدرس لي وشي يدرس لي الكون الفضاء كل الاجسام اللي تدور لي في الفضاء. هيا ركز مع بعضنا دوكا نروحو وشي الاسترولوجي. استرولوجي يا جماعة اللي هو علم التنجيم وهو محرم في الدين الاسلامي. وش هو الاسترولوجي هذا يا جماعة؟ نقراوها صح بالانجلي وبعد نشرح لكم بالعربية. is science علم ذات الذي studies الذي علومه ودراسته influence وش تدرس الانفلونس التأثير of stars النجوم. اذا هو يدرس ماذا؟ يدرس اذا الدراسه تاعو وشي هي وشي تدرس التاثيرات تاع النجوم بوزيشن، اذا وشي تدرس ماذا؟ التاثيرات تاع مواقع النجوم اون بيبلز فيت اون بيبلز فيت. وشي يا جماعه يدرس؟ استرولوجي هذا يدرس لماذا؟ علم التنجيم هذا يستغل الحركات تاع النجوم يا جماعه ويشوف كي تعود النجمه في البلاصه الفلانيه
بار اكزومبل يقول لهذاك لهذاك الشخص للبيبل تلك الاشخاص بيبل فايس. اذا كان بار اكزومبل النجم في هذيك البلاصه سيكون عندك انت بار اكزومبل يوم مليح راح يدرس القضاء والقدر تاع الناس. وهذا ماذا؟ هذه امور غيبيه وهذه امور حرام ماذا في الدين الاسلامي تاعنا. الاسترولوجيا يا جماعه يستغل ماذا؟ التاثيرات تاع المواقع تاع النجوم ستار بوزيشنز ستارز بوزيشنز يوش باش يدرس ماذا المواقع تاع النجوم ويحط التاثيرات تاعها على الحياه تاع الانسان اور ذا فيت اوف بيبل القدر تاع ماذا القدر تاع الناس والاشخاص. مثلا اللي ولد في شهر جونفي ولا اللي ولد في شهر جوان كيما هنايا ينتمي الى برج الجوزاء. وبرج الجوزاء بار اكزومبل في يوم 21 بار اكزومبل راح يكون اليوم تاعو مليح وكذا وكذا. وهذه حرام ماذا حرام في الدين الاسلامي تاعنا استرولوجي. اذا اللي يدرس الاسترولوجي هو حرام. لكن الاسترونومي هو بالطبع جماعه علم محمود صح اللي هو يدرس ماذا الفضاء والكواكب اكسترا. اوكي اهم شيء يا جماعه اذا هي في الوحده هذه هي الهافنلي باديز واللي هي الاجرام السماويه. الاجرام السماويه وش هي الاجرام السماويه؟ اي شيء يدور في الفضاء نحطوه مع الهيفنلي باديز. الاجرام ماذا؟ الاجرام السماويه هي اي شيء قاعد يدور ماذا؟ يدور اللي في الفضاء نسميه ماذا؟ نسميهم هافنلي باديز. الكواكب، النيازك، الشمس، الاقمار، المجرات، اي هذه كل شيء يا جماعه الهيفنلي باديز. اوكي هيا ركز معايا نبداو كيما راكم تشوفوا نبدا لكم كل شيء بالعربيه باه اونكاطيح لكم حاجه فيهم تفهموها وتفهموا النص على واش يحكي. جماعة فقط ما تنساوش تفعلوا مع الفيديو تاعنا بوضع لايك للفيديو اشتراك وتشعلوا جرس ماذا ذا النوتيفيكيشن اللي هو ماذا جرس الاشعارات باش يوصلكم اي فيديو نحطو. هاي ما بدنا نكمل الشرح تاعنا سي بون. الهيفنلي باديز وشرحناه هي الاجرام السماويه وهي اي حاجه ولا اي جزء ماذا اي جزء في ماذا قاعد يدور بينا ولا اي شيء اللي في في المجره تاعنا ولا في الكون تاعنا نسميهم الهيفنلي باديز واللي هما الاجرام السماويه. اي جزء من الكون يسمى الهيفنلي باديز. هيا مع بعضنا اول حاجه نبداو اسيوت واللي هي النيازك. النيازك يا جماعه نعرفوها واذا ضربت الارض السلام عليكم الراس يطير سي بون. اسيوت اوكي نبداو مع الكوميت واللي هي المذنبات اللي تعدي لي هذيك وعندها واحد الشعله هكا لاصقه فيها هذيك نقولوا مذنب. الا مذنب خاطر عنده الذنب. وش هو الذنب؟ هو الديل ولا المذيلات سموها ايضا. ويصير الكوميت يا جماعه الكوميت هي المذنبات هذيك اللي يعدي هكا مفهوم علينا سي بون. درك ستار وهو النجم نجوم يا جماعه ستارز اوكي. The moon وهو القمر. The moon يا جماعة اللي نشوفوه اللي هو القمر. The galaxy واللي هي ماذا؟ واللي هي المجرة. وعندنا أكثر من مليار مجرة ماذا في الكون تاعنا؟ أكثر من مجرة. المجرة برك الواحدة بيخرج منها الإنسان الله أعلم. سي بون. Universe واللي هو الكون اللي نعيشوا فيه. الكون all. Space واللي هو الفضاء. Space اللي هو ماذا؟ اللي هو الفضاء. نعدي دركا لوشي شيب وهو الشكل. ها الشكل ذا شيب هو الشكل تاع هذاك الشيء. ذا ميلكي واي. ميلكي واي يا جماعه هي اسم الجالكسي تاعنا اسم المجره اللي نعيشوا فيها واللي اسموها بالعربيه درب التبانه. درب معناها واي التبانه. ميلكي تبانه يا جماعه هي ديك الخثاره اللي دير في اللبن و خضر على جماعه خاطر العلماء كي يشوفوها من برا لقاوها شغل جايه كيما الخثاره يعني اللي تدير في اللبن ولا في الحليب ولا في مشتقات الحليب هذيك هذيك الخثاره هذيك وجايه كيما نقولوا تاريخ هكا سميوها ذا ميلكي واي. وميلكي جاي من ذا ميلك واللي هو الحليب الخثاره اللي تجي في الحليب. اذا ذا ميلكي واي هي درب التبانه وهي ذا جالكسي اللي نعيشوا فيها حنايا المجره اللي نعيشوا فيها حنايا. سي بون جماعه نعدي وشي دركا سولار سيستم وشرحتو بك اللي هو النظام الشمسي اللي يتكوني من الشمس والكواكب اللي راح نشوفوها دركا. هيا ركز معايا دوك زيد نكملو مع الصان واللي هي الشمس ذا صان. اوكي نكملو دركا مع الميتيورز. تبع معايا هنا تبع معايا الميتيورز واللي هي ماذا الشهب. ممتاز ذا موفمنت وهي الحركات خاطر الكواكب والناس كدير الحركات. اللي يقرا علمية ويدرس عندي حركة الكواكب في دروس الفيزياء سي بون. ديستانس وهي المسافة المسافة بين كوكب إلى آخر.
ريفولف اند اوربيت. ريفولف معناها اوربيت وهي كلمه مهمه بزاف في هذا اليونت. ريفولف ولا اوربيت معناها ماذا؟ معناها يدور يا جماعه يدور. كما عندنا ماذا؟ عندنا ذا ايرث اللي هي الارض ريفولف اراوند ذا سان الكوكب. اذا الارض تدور حول الشمس. ريفولف اور اوربيت. اوكي دوك نبداو جماعة نروحو مع بعضنا للكواكب نتاعنا ولا كواكب المجموعة الشمسية. نبداو ميركوري اللي هو عطارد، فينس، فينس اللي هي الزهرة، ايرث واللي هي الارض، مارس اللي هو المريخ، جيوبيتر، سوري جيوبيتر هو المشتري، وقع خطأ فقط كي تكتب فيه بالعربية غلط. سمو اذا جيوبيتر هو المشتري، ساتورن اللي هو زحل، يورينس اللي هو اورانوس، نبتون اللي هو نبتون، ويبقى لي ذا لاست بلانيت اللي هو بلوتو. بلوتو اوكي باللغه العربيه. اول اوف ذيس ار وشي بلانيتس اللي هي وشي الكواكب. فقط نكملوا مع اخر حاجه نشرحوها ذا ساتلايتس واللي هي الاقمار. دوك ساتلايت يا جماعه عندنا ذا ناتشرال اللي هي الطبيعيه، وعندي ذا ارتفيشال اللي هو الاصطناعيه. كيما حنايا عندنا ذا ناتشرال ساتلايت شكون هو؟ هو ذا مون القمر هذاك اللي نشوفوا الطبيعه، وعندنا مشي ذا ساتلايت اللي هما ارتفيشال اللي هما الاصطناعيه، وعندنا بزاف اقمار اصطناعيه اللي تدور حول الارض اللي تبتنا القنوات الاذاعيه واللي تشوف لنا الاحوال الجويه او اكسترا من الاقمار الاصطناعيه ارتفيشال ساتلايتس. اذا يا جماعه هذا كان كل شيء يعني في هذا اليونت حاولت نمدلكم. فقط يعني جماعه ماني بفهمنيش راح نعاود كل شيء مباشره في عجاله علينا سيبو مباشره. اذا يونت اذا استرونومي اند سولار سيستم واللي هي وشي هي استرونومي اللي هي ماذا؟ هي هو العلم الفلكي اللي يدرس الكواكب النيازك الكل وشي اللي في المجموعه اللي في الكواكب تاعنا في الكون تاعنا سيبو مفهوم علينا. وسمينا ايضا اند سولار سيستم اللي هو النظام الشمسي. وشي هو النظام الشمسي؟ هو الشمس ومجموعه الكواكب اللي تدور حولها اند ذا اوذر بلانيتس. ايضا قلنا الوحده هذه سموها It's a giant leap for mankind. اذا وش هذه؟ قفزه عملاقه للتاريخ او ماذا للجنس البشري. وهذه المقوله قالها نيل ارمسترونغ اللي هو رائد فضاء امريكي اللي في 1966 in 1966 كي حط رجله في القمر الصناعي قال هذه المقوله عفوا It's a giant leap for mankind معناها انسان كي وصل له غادر الارض وحط يعني القدم نتاعو على ماذا؟ على القمر. يعني هذه يعني تطور كبير It's development for mankind. اوكي للتاريخ البشري or humankind ماذا للتاريخ او الجنس او النوع البشري. وبعد رحنا عرفنا الاسترونومي وعرفنا الاسترولوجي. الاسترونومي هو علم فلك هو يعني علم محمود سواء للمسلمين ولا غير المسلمين. اوكي هو وش هو؟ is the science اللي هو علم studying يدرس the space الفضاء and universe اللي هو الكون. ورحنا عرفنا astrology is science that studies influence of stars position of on people's fate. يدرس ماذا؟ ان المواقع تاع النجوم والتاثيرات نتاعها. بار اكزومبل اذا كان شخص خالق في جوان اللي كيما انايا بار اكزومبل ينتمي الى برج الجوزاء. بار اكزومبل برج الجوزاء سوري برج الجوزاء في 21 بار اكزومبل اكتوبر يقولوا له اليوم تاعك كيفاش راح يكون، يروحوا يشوفوا النجوم اكسترا. وهذا وشي استرولوجي وهذا حرام في الدين الاسلامي. وبعد رحنا شفنا اول ذا هيفنلي باديز واللي وشي هي الاجرام السماويه ولا كل شيء يدور بينا. هذه هي الهيفنلي باديز الاجرام السماويه ولا وشي الاجسام السماويه. اللي شفنا هي الاستريوتس اللي هي النيازك، كوميت اللي هي المذنبات، ستارز اللي هي النجوم، بلانيت كوكب، مون القمر اللي قاعد تشوفوا فيه، جالكسي اللي هي المجره، يونيفرس اللي هو الكون، سبيس اللي هو الفضاء، شيب اللي هو الشكل، ميلكي واي اللي هي درب التبانه وسميت ميلكي واي خاطر وشي قلنا كي نشوفوها من برا وشي تقولوا كيفاش الانسان خرج. لا يا جماعه عندي كاميرات وعندي ماذا يعني مركبات فضائيه خرجت خلوها تمشي وحدها عن طريق النظام ماذا عن طريق العلم خرجت برا وشفت كيفاش يعني بشكلها المجره انا درب التبانه. اوكي ميلكي واي وش راح تقول على سمينا درب التبانه. سولار سيستم اللي هو النظام الشمسي، سان اللي هي الشمس، ميتيورز اللي هي الشهب هذيك الشهب اللي تعدي، موفمنت هي الحركة، ديستانس المسافة، ريفولف اور اوربيت معناها يدور، ميركوري رحنا شفنا مجموعة الكواكب اللي تاع الشمس اللي هي ميركوري، فينس الزهرة، ايرث الارض، مارس المريخ، جيوبيتر اللي هو المشتري، ساترن اللي هي زحل، يورينس، اورانوس اند نبتون
عند بلوتو اللي هو بلوتن، وبعد رحنا شفنا شرحنا ذا الساتلايت اللي هي الاقمار، عدنا ذا الناتيرون اللي هي الطبيعيه كيما القمر اللي عدنا ماذا اللي عدنا يعني اللي قاعد نشوفوا فيه يعني برا الارض هذاك ايضا، وشفنا ماذا وشفنا الارتيفيشال اللي هي الاقمار الصناعيه اللي قاعده تدور ماذا الدور حول الارض اللي تدير لنا القنوات ودير لنا الاحوال الجويه ان اكسترا. نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو بزاف، ويعني يعني هذه الوحده قلنا خاصه بالعلميين. كان معكم انيس مروش من قناه صديقه انيس مروش، والسلام عليكم.